امه. فتغيرتش يا رفايده من وانت عيله صغيره؟ كنت تغلطي الغلطه وتقعدي تعيطي، وبدل ما نزعقلك نحضنك ونطبطب عليكي. انا ما عملتش حاجه من اساسه، عشان تقعدي تزعقلي ازاي ده كله، وتقعدي كمان تقولي لابويا عشان ياخد نصيبه وكمان بالزي. نقولك معلش. منك لله، منك لله يا مرات خواجه. انت يا بنت انت وهي بتلعبوا فين؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ انتوا في مدرسه محترمه وازاي بتلعبوا وانتوا مش لابسين الحجاب الشرعي؟ يمين بالله قسم وحسب عليه لا لبسكم كلكم اسدال. جيل المهبب استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. مالك يا استاذ شرف؟ الحجاب مالك في ايه؟ مفيش. جيل المهبب يا استاذه منار. مش واخدين القدوة يا أستاذة منار. بنات بتلعب عادي كده في المدرسة ولا لابسين حجاب شرعي ولا مهتمين بحاجة، إنما أنتِ ما شاء الله عليك يعني تبارك الرحمن حاجة تفرح. فاتني فاتني في الحجاب والله. يعني من غير مؤاخذة بس يعني هو يعني من غير ما تزعلي مني، هو لو يعني شوية الشعر دول يدخلوا جنب الحرير اللي تمرني بحاجة يا أستاذ حافظ. لا تقوى الله، أمرك بتقوى الله. لا حول ولا قوة. صباح الخير يا حضرة المدير. صباح الخير. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ ازاي تتكلمي مع امك كده؟ ايه بتكلم ازاي؟ بتقولي غلطانه وبقول لك انا مش غلطانه، ما غلطتش في حاجه. صاحبتي قاعدين تحت الجنبيزه مع حضره العمده، اجربت عشان عايزه اقعد معاهم. حضره العمده دي شيطانه شيطانه. شوفي نفسك، كنت عايزه تقعدي معاها بس، وبتكلم امك ازاي؟ امال لو قعدت معاها كنت هتكلميني ازاي بقى ان شاء الله؟ وفي ايه؟ هو احنا ليه كده؟ ليه كل الناس مش زينا؟ عدوا؟ ليه كل الناس اعدائنا؟ ليه؟ عشان اخوكي اللي مرمي في السجن، عشان كسرة ابوكي في الجماعة اللي كانت عمره ودمه وروحه، عشان اللي باعونا وسابونا وباعوا كل اللي آمنا بيه وصدقناه، عشان قرشين يتخانقوا عليهم ولا عشان يتشهروا في التلفزيون والنت، عشان البهايم اللي حوالين حاولنا نفهمهم الصح وبرضه ماشيين ورا شيطانهم. وايه اللي فهمك ان هو ده الصح؟ جبتي منين اليقين ده؟ يا بنت واخدالك حصتين فلسفة وطلعيهم علي؟ بقى كل اللي أنا قلتهولك دي وكل البهدلة اللي طول عمرنا فيها ولسه بتقولي لي جبت اليقين ده منين؟ طب وده إيه علاقته؟ وده إيه علاقته بإننا معزولين؟ بنكره الناس وناس بتكرهنا، كل حياتنا في الدرة، كأننا عاملين جريمة ولا سارقين سرية؟ لا أهو جه اليوم وبقينا قابضين على جمرة من نار. أمال إيه؟ اللي قابض على دينه زي اللي عامل جريمة بالظبط. يعني كل الناس دي مش قابضة على دينها؟ يعني مفيش غير الإخوان بس هم اللي قابضين على دينهم؟ ما تزعلش مني يا ابو زعلوك، اديك شايف وسامع، دي ازمه عالميه وتعطل سلاسل الامداد واقفه حل الناس كلها. طب السعر ناخد وندي فيه، لكن اكايشك مقدم وقتي مع تعطل سلاسل الامداد ده اللي ما يجوزش. و ما تفتكرش يعني الحاج درغامي وافق؟ لولا العشره والبيزنس اللي بيني كان ليا معاك كلام تاني. اصرخ
المقدم كشف وقتي والسعر زي ما قلت لك عليه، وعلى قد اللي معاك هديك واوصله لك لحد عندك، والحاج درام موصلي بكل المسائل الماليه. ده غير عندنا عروض كتير ومفاجات هتعجبك قوي. ها قلت ايه اللي تقول عليه يا ابن الغالي؟ السلام عليكم. اهلا، نورتنا يا حاج درغام يا عم العالم. انا عم العالم، حاج درغام هو جدي العالم. وكلامي زي ما هو، وما فيش داعي تخيب خيبه البخيته. مالك زعلان مني يا حاج؟ كف الله الشر. ما حدش يهوب ناحيه تل شبوري، وما فيش عين هياخد حبايه وخردله واحده. تل شبوره منطقه حرام وحد الله، لكن يعني الواحد سامع وعارف ان فيها سرسبه وعيالها بيخرجوا يجيبوا من بره، وناس هنا شغاله تعالب صغير. تعالب احنا نقدر عليها، لكن التعابين ما بنحبهاش. طب بالاذن بقى يا عم الناس. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه يا دار، اسمه ايه؟ دي امي، امي اللي ما خلفتنيش. انت هتستعبط، دي واحد راجل. يا محمد انت بره؟ طيب انا في اجتماع، اي حد عايز يدخل لي خليه يدخل عادي. اصل انا في اجتماع مش مهم، مع واحد فاكر نفسه مهم. ايه الاستقبال اللطيف ده؟ عامل لك ايه؟ ما انت اللي داخل عليا ببادي جاردات وفاكرني هتهت واخاف منك. لا انا ما بخافش يا حبيبي. كويس ان كل ده ولسه حبيبي. انا كل الناس حبايبي لغايه ما يبتدوا يهددوني. هو انا هددتك ولا نطقت اصلا؟ انت اللي واخدني بالشويتين بتوعك ومديها لمسه اكتاف من اول منين؟ اولها زي ما اخرها. انا راجل مستشار قانوني، يعني لما تيجي تكلمني تقول لي يا سياده المستشار، ولما تيجي تسالني تسالني في حاجه ليها علاقه بالقانون، لكن تحبني وتكرهني ده بره الشغل. طب بص بقى يا استاذ المستشار، انت اللي اخترت مش انا ولا الجماعه اللي معانا. اخترت بنفسك تنسق كل حاجه، تخرج وتورط وبتعرض وتبيع وتشتري. انا بعمل كل ده حسب المصلحه العامه مش مصلحتي انا الشخصيه. صحيح، بس احنا زي اصحاب اي شغل عايزين نعرف راسنا من رجلينا. نكسب 10، طب احنا ايه اللي عرفنا ان احنا ممكن نكسب 100 بدل 10؟ انا اللي اقول انت ممكن تكسب كام او تخسر كام، انا اللي احدد. وانتوا تسمعوا كلامي، ما تنسوش انكم بتكسبوا اكتر مني بكتير. انا تقريبا موظف عندكم بالنو هاو. نو هاو؟ نو هاو يا رب، ده انت كل حاجه عندك وفي عبك. يا محمد يا حبيبي، ما قلت لك خليه يدخل، مش انا قايل لك اي حد يجي يدخل؟ انا في اجتماع مش مهم، ما بالك بقى بسياده النائب شاهين بيه. سابق، ما قلت لك 100 مره نائب سابق ولاحق وماحق وكل حاجه. ده انت منورني والله العظيم. بقول لك ايه، كويس انك جيت في وقتك، اصل انا كنت قربت ازهق من كامل، فتعالى فرصه ازهق منكم انتوا الاثنين مره واحده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اسمعوا يا احبائي ماذا يقول الكتاب المقدس. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فهو يطلع شمسه على الأشرار والظالمين ويمطر على الأبرار والظالمين. فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أبوكم الذي في السماوات هو كامل. إيه ده؟